من الظاهر انه ازهري مصر، وكان واحد بس يناقشه، هو يحط تغريده، يكتب التغريده عن مثلا مساله ولا شيء، وكان واحد نشبل له بس يناقش ويطلب المجادله ويطلب انه يناقش ويقول لا ولا جاء بعد. فهو هذا اللي هو الشيخ هذا شايب يمكن عمره فوق 70، هو يجي قال اناقشه بش اسمه، قال بالقناه الفلانيه، هو له برنامج، قال هاتوا. طبعا هو ايش يقول انه يتكلم عن بيع الخمور، ما الخمور يقولنا خلي يبيعونه، في ناس ما هي مسلمه وناس كذا، قال خلوه يجي. جاء ما ناقشوا على المساله، كم يود يلعبه منك ومنك ومنك ومنك، خلاه يا ما يضيع، ويسأل على طول سؤال مباشر، قسما بالله أخلفه. أنا تابعت الحلقة، قال أنت بتحرقني، ويقوم يأخذ المايك وينزله ويطلع. قال طيب جاوب والله بسؤال بس جابه. قال أنا ما أفتح، هو جاي هو شايب هذا ويتكلم، قال أنا ما أفتح مجال لأي أحد، ولكن بس أنا بيكم تتعلمون من هذا الموقف أنه ما هو أي أحد يستحق أنك تجادله، ولا هو أي أحد حتى لو كان كبير بالعمر، ما مناظرة صعبة، خصوصا بالمسائل الدينية. المناظرة صعبة ولا المسائل الدنيوية بكيف؟ خلها العلماء. على طاري الاختبارات وعلى طاري الجامعة، ذكرت سالفة قريت